أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الكوادر الوطنية أثبتت على الدوام وفي مختلف المحطات أنها أهل للثقة والتميز في تحمل المسؤوليات في كافة المهام التي توكل إليها، ويعول عليها كثيرا في تحقيق النجاحات المنشودة في الخطط والبرامج والمشاريع الوطنية المختلفة. وأكد سموه أن الاستثمار في المواطن هو الأولوية الدائمة التي نضعها نصب الأعين عند وضع الاستراتيجيات وتنفيذ المشاريع، بما يسهم في مواصلة رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه حفظه الله اليوم لدى لقائه الكوادر الوطنية من مختلف الجهات المعنية التي ساهمت في نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، إنما حققته مملكة البحرين على مدى 18 عاما من نجاحات في استضافة وتنظيم سباقات الفورمولا 1 تأتي بفضل الجهود المخلصة لأبناء البحرين وحرصهم على تحقيق مزيد من الإنجازات لرفع اسم وطنهم عاليا في مختلف المحافل الدولية. وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لكافة العاملين في إنجاح هذا الحدث من وزارة الداخلية وحلبة البحرين الدولية وكافة الجهات الأخرى المساندة الذين يحققون هذه النجاحات بكل اقتدار لوطنهم. من جانبهم أعرب العاملون المساهمون في نجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 2022 عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا التقدير، مؤكدين أن كلمات سموه هي الدافع الأكبر لمواصلة تحقيق الأفضل من أجل تعزيز نجاحات حلبة البحرين الدولية في استضافة وتنظيم سباقات الفورمولا 1.